Action citoyenne مع البارتنير بتاعنا السي فيكتور اللي يجي في اطار المهام تاع الوكاله تحسيس وتوعيه اطفالنا باستعمالاتهم على شبكه الانترنت. فما ثلاثه مخاطر يلزمنا صغارنا نوصيوهم ونعلموهم ونثقفوهم باش يجتنبوهم. اللي هو انتحال الشخصيه ديما فما برشا ناس ينتحلوا شخصيه يسلك على المدفاس نتاعك وكذا وينتحل شخصيتك يعمل بها برشا حوايج. يلزم يمشي للبحار الامن معناتها يمشي للي سيت اللي فما صغار فما بوكو سيت اللي صغار يلزمهم ما نخليوش صغارنا يمشي لهم نيسيسيرمون حلول للبحار الامن والانترنت نعرفوا كلنا اليوم اللي الفوائد نتاعها كبيره وما عادش نجموا نعملوا لوتوسونسور هذه السونسوري والسنسره ماهيش ما تنجمش تكون حتى حل. اليوم مهارات الاطفال اللي هي فاتت دو الاولياء معناها نجم يقول انا البو هاني عملت ان سيستيم باش ولدي في الـ في الـ في, الـ في البوست ولا حاجه ما ينجمش يدخل يبحر معناها في هذيك الاباحيه ولا في برشا حاجات لكن هذا ماهوش صحيح. الدوله نعرفوا اللي عندنا اتفاقيات بالنسبه للطفوله واتفاقيات دوليه وعندنا مجله حقوق الطفل اللي تلزم الدوله معناها باتخاذ التدابير التشريعيه والاداريه الملائمه لضمان حمايه الطفوله. حمايه الطفل وهذه من مسؤوليتنا كوزاره المراه من مسؤوليه طبعا الحكومه ووزاره التكنولوجيا. لكن نحب نشكر طبعا السلكتا لهذه المبادرة على خاطر هذه حبينا اليوم تكون انطلاق حملة ماهيش حملة نتاع شهر ولا حملة نتاع أسبوع ولا أهم حملة يلزمها تكون تتمادى ويلزمنا معناها الامبليكاسيون اللي تاع الناس الكل وخاصة الأطفال وهذه أول مبادرة اللي تخلي طفل خاطر هذيا كان خطبه تو هذيا اول كراسي معناها باش تولي حتى انا نتصور اللي اي طفل باش يبدا اول حاجه باش يبدا يتساءل شنو هذا ويبدا يخرج دونك وهذه بدايه باش يفركس على المعلومه ويبدا يعرف دونك احنا المسؤوليه نتاعنا شركه سيريكتا كنا ان نقوم بانتاج 200 الف كراسه هذوما وسور الغلافات نتاع الكراسه هذه حاولنا نعطيو دي ميساج مع الشريك نتاعنا الانسي دي ميساج بور سونسيبيليزي وليداتنا سور لي دونجي اي كومون لوتي كونتر سي دونجي لا الوغ باغمي لي ميساج اللي كنا ديفلوبي جو سيت كيلكو ميساج ساسوري دي زامي سور فيسبوك ne pas partager ses données privées sur les réseaux sociaux d'effacer les données de navigation après chaque utilisation sur l'ordinateur public. Si vous vous sentez harcelé, il faut en parler à la famille et pensez à se déconnecter du monde virtuel et diversifier vos activités dans le monde réel. لكن نحبوهم يستعملوا الانترنت بصفة آمنة. دونك فما ثلاثة مشاكل يلزمنا نردوا بالنا منهم ونحب نوصلهم وإن شاء الله الأولياء اللي يسمعوا فينا توا يتأكدوا يلزم نوصيوا صغارنا على باش ما يعطيوش المعطيات الشخصية نتاعهم ولا معلومات على عائلتهم وين موجودة وش يعملوا كذا. في الحملة هذيا احنا عندنا من قبل شراكة مع الوكالة الفنية مع مراكز الإعلامية الموجهة للطفل، لكن لاحظنا اليوم اللي هذايا ماهوش كافي لأن الأطفال ولاو يبحثوا من كل الأماكن بالإنترنت، نعرفوا اللي فما نوادي خاصة وما تنجمش تكون تحت رقابة معناها دو بخي اللي مع وزارة المرأة. اليوم لازمنا نعرفوا اللي ما عادش نجمو نعرفوا السنسرة، الأطفال ولاو سبقوا الأولياء نتاعهم، ولكن ما لازمناش نتجاهلوا على مخاطر الإبحار. اليوم تصير عمليات نتاع دمغجة، غسل الأدمغة، أيضا عنف جنسي. الحملة التحسيسية هذه بدينا فيها بالشراكة مع الأنسي. تعرف الاطفال نتاعنا اليوم فما دو فامي دو دونجي هاد
Dine fait deux familles de danger. La première famille est qui a trié le Salem al-Maloumati, qui est sur le net, et il navigue sur le net, il y a pas mal de dangers. Et nous, je vais aller en Hawaii en Terre, et ce pour Hawaii en Terre, pour l'environnement social en Terre, ou même en Hawaii, et en Hawaii, etc. Ou aller en mode passe en Terre. Ou elle, carrément, tout ça, le terrorisme. Nous avons des messages forts, et les Khalioum, ils ont des dos du cahier. Bien entendu, ce n'est pas une action ponctuelle, spot, elle va durer dans le temps. الوكالة الوطنية للسلام والمعلومات من المهام نتاعها بدينا عندنا أكثر من 10 سنين أنه نحاولوا نحسوا ونوعي استعمالة الطفل في المجال هذا من خلال العديد من المدخلين نحاولوا نعطيوا المساج تاع التحسيس والتوعية استغلينا دخول السنة الدراسية هذه أنه مع الشركة نتاعنا سيليكتا كنا نستعملوا الكراسة كأداة نعرفوا استعمال الكراسة بصفة عامة قلنا نحطوا فيها دي ميساج دو سونسيبيليزاسيون موجه للمستعملين ولكن هذه اكسيون ماهيش بروجرام معناتها ثم بليزيور اكسيون فيها برمي لي اكسيون الاخرين مثلا ترافير السونتر انفورماتيك تاع الطفولة الكنيب اللي عندنا برنامج على اساس باش نكون داخل الجمهورية من خلال خاصة شنو لازم المكونين معناتها المكون المؤطر للطفل لازم على الاقل لازم يكون يعرف اش معناها خاطر يجم يكون هو بيدو عنده ثقافة عامة ممكن ما يعرفش حجم الخطر اللي موجود دونك هذا البرنامج العمليات اللي تفهمنا فيه انه باش يكون تكوين مكونين ولا رسكلت مكونين هذا الجانب الاول الجانب الثاني انه من كما قلت انت ثم الجانب الكراسة ثم العديد من لي سوبور الاخرين دو سونسيبيليزاسيون نحاولوا معناتها نستعملهم الطفل نحاولوا نقربوا اكثر ما يمكن ولكن نعاود نقول راهو مش حل فني معناها دور الولي اللي انت سبونسابل دور الولي لازم يرجع لدوره انه مش عطيتك شريط البيسي ولا شريط التليفون ولا شريط التابلات وعندك انترنت قال شنو كم تنعني قاعد يقرا لا نعرفوش عليه قاعدين كونسومي وهذا ما تعرف الموضوع هذا ماهيش وكاله وطنيه سلام معلوماتيه ولا وزاره ولا غير لا ثم العديد من الداخلين عندنا التربيه عندنا الثقافه عندنا المراه عندنا التكنولوجيا بالطبيعه والعمل الجمعياتي عنده دور كبير ياسر انه باش نعملوا ثقافه السلام المعلوماتيه